خمسة اكس بلس سبعة بتساوي تلاتة. دي معادلة لينير لان الاكس فيها اكس اس واحد، انما لو الاكس بقت اس اتنين اس تلاتة بقى اسمها معادلة نون لينير. اكس تربيع زائد تلاتة اكس زائد اربعة بتساوي زيرو، ديت معادلة نون لينير اكويشن، وسهل ان انا احلها بالقانون المميز سالب ب موجب او ناقص الجذر التربيع ال ب تربيع ناقص اربعة. فاكرين الكلام ده؟ بس في بعض المعادلات النون لينير بيصعب حلها، زي المعادلات الترايجونومتريك واللوجاريتميك والاكسبوننشال والدوال دي اللي بسميها ترانسندنتال فانكشنز، ده احنا درسناها في التفاضل السنه الاعداديه. يعني لو جيت قلت لك اي اس اكس بتساوي 5 اوجد قيمه الاكس تقول لي سهله، هاخد لين للطرفين، صح كده؟ انما لو جيت قلت لك اكس زائد اي اس اكس بتساوي 5 ممكن ما تعرفش تاخد لين للطرفين، صح؟ او تودي الاكس هناك وتاخد. طب اكس تربيع، طب رحت حطيت لك بدل الخمسه كمان ساين اكس، موضوع صعب، صح؟ اجي اقول لك ساين اكس زائد كوزين اكس بتساوي 3 على 2 او 2 على 3، ساين اكس زائد كوزين اكس يساوي مش عارف نص، هتلاقي الموضوع صعب. اخد ساين ماينس 1 ولا كوزين ماينس 1، موضوع مجهد ان انا اجيب الاكزاكت سوليوشن بتاع المعادله دي. وبالتالي كان لازم نلجا للطرق النيوميريكال بتاعتنا اللي تقدر تطلع لي الحل لهذه المعادله بشكل تقريبي. مفيش ما يمنع ان الحل بتاع المعادله ديت يطلع مثلا الزاويه بتاعتي باي على الاثنين اللي هي 1.56، انا اطلعها 1.49991، يعني قريبه قوي منين؟ من القيمه الحقيقيه، مفيش مانع. والعلماء اجتهدوا في ايجاد بعض الطرق ان هي تطلع ايه؟ قيم تقريبيه دقيقه. بس احنا عشان نحل المعادله ديت بالطرق التقريبيه عندي مشكلتين. المشكلة الأولانية إن أنا لازم أعرف فين الجذر، لوكيشن أوف روت. الحكاية دي ما كانتش بتحصل في الإكزاكت سوليوشنز. يعني أنا لما كنت باجي أقول لك حل لي المعادلة ديت ما كنتش بشترط عليك أقول لك الإكس قيمتها من كذا لكذا. لا، أنت بتدب وخلاص شيل واعمل وحط واقسم واعمل العمليات الرياضيه بتاعتك يطلع لك الاكس بكذا، صح ولا لا؟ انما لو انا بقول لك هات الحل التقريبي باستخدام الطرق العدديه لده، لازم اوجهك اقول لك خد بالك الاكس دي واقعه ما بين الواحد والثلاثه، عشان على اساسها اعرف امشي في الطريقه بتاعتي لان انا عندي طرق كتير. هنا نفس القصه، عشان اشتغل لازم ابقى عارف الاكس قيمتها تتراوح من كام لكام عشان اوجه مسار الطريقه بتاعتي في الاتجاه اللي انا عاوزه. فاول عقبه عندي لازم اعرف مكان الجذر. تاني مشكله عندي في الطرق العدديه ان هي بتطلع جذر واحد. يعني لو عندي معادله زي دي كده، المعادله دي ليها جذرين، الطريقه ما بتطلعش الجذرين، انما طريقه التحليل والفاكتورايزيشن القديم والقانون المميز زائد وناقص الجذر التربيعي بيديك الجذرين على طول، صح؟ لا، ده انا هنا الطرق بتاعتي كلها اللي قدروا يعملوها هنا بتطلع فقط ايه؟ جذر واحد. وبالتالي لو الجذر الاولاني وليكن 1.5 والجذر الثاني 5، لازم ابقى عارف انا شغال فين عشان اي جذر فيهم هيطلع لي، اللي هي الروت فايندر، الروت لوكيشن. يا ترى انت عايز الروت بتاع المعادله ده اهي، الجذر بتاع المعادله ده اهي واقع ما بين الزيرو والثلاثه، خلاص يبقى الجذر بواحد ونص، اللي انا اطلع القيمه التقريبيه بتاعته 1.499932. يبقى اول مفتاح عشان احل هذه النوع من المعادلات يا شباب لوكيشن اوف روت، الجذر واقع فين؟ وقال لي دي عمليه بسيطه خالص درسناها في اعداد هندسه في كتاب الجبر صفحه 46. كانت بتقول ايه؟ بتقول لو عندي معادلة اسمها اف اوف اكس بتساوي زيرو، دي المعادلة اللي انا عاوز احلها، عاوز قيمة الجذر، يعني قيمة اكس التي تجعل الدالة بتساوي كام؟ زيرو. ده هو اسمه روت او جذر. طب امتى الدالة بتساوي زيرو على الرسمة الاكس واي بلان؟ ما تقطع محور اكس. يعني لو عندي كده محور اكس ومحور واي، لو الدالة عاملة كده النقطة ده هي اسمها ايه؟ روت، جذر.
لان عندها الاف اللي هي الواي بتساوي كام؟ زيرو. طب ما هي عمر الدالة ما هتقطع محور اكس الا اذا كانت نازلة من الموجب للسالب او طالعة من السالب للموجب، صح؟ عمر المنحنى يقطع محور اكس الا اذا كان جاي من سالب واي رايح لموجب واي، او نازل من موجب واي رايح لسالب ايه؟ واي، صح ولا لا؟ قال لك خلاص بسيطة، تعال نعوض بأي نقطتين. هروح اقول نقطة اسمها ايه؟ هعوض جوه الدالة بيها، طلعت لي موجب خمسة. ونقطة تانية اسمها بي، هعوض بيها جوه الدالة طلعت لي سالب تلاتة. يبقى الدالة بتاعتي عند الاي كانت قيمتها موجبة، وعند البي نزلت للسالب مليون في المية قطعت محور اكس، صح ولا لا؟ يبقى اذا يوجد جذر ما بين الاي والبي. يبقى الروت الجذر اللي انا بدور عليه ما اعرفوش ينتمي للفترة A وB. طبعا استأذنكم اعملها فترة مفتوحة لان الـ A والـ B ما تدوش صفر، والجذر لازم يدي ايه؟ يدي صفر. معنى كده ان الـ A ما هيش جذر والـ B ما هياش جذر، بس اكيد الجذر واقع ما بين الـ A ومين؟ اللي عرفني مين؟ ان انا لما جيت عوضت جوه المعادلة قيمة ادت موجب وقيمة ادت ايه؟ سالب. يعني انا لما اجي احل المعادله ده، لو المعادله دي لها جذرين حقيقيين وبدور عليهم، يبقى محتاج عشان اطبق الطرق بتاعتنا بتاعت شابتر 3 لازم اجيب فترتين يقع فيهما جذران علشان تطلع جذرين معايا. يعني ببساطه لو انا جيت على المعادله ديت ده اهي، وعوضت مكان الاكس بزيرو هتديني موجب 4، صح؟ عوضت مكان الاكس مثلا ب فيش رقم تاني هيجيب، في رقم هيجيب سالب 5 ما هتجيبش، مش هتجيب. يعني عوض باقي رقمين كده عشان تعرف تجيبهم، مفيش فيها مشكله. ماشي، دي معادله مشهوره، انا قلت اجرب على المكتوبه بس. يبقى أول حاجة يا شباب، اللوكيشن أوف روت عندي عشان أجيب الجذر بتاعي بتاع المعادلة لازم الأول أحسب فترة يقع فيها الجذر، يعني آخد أي رقمين. طبعا الموضوع هيبقى متعب إن لو الجذور بتاعتي بعيدة مثلا عن بين الخمسين والسبعين، أنا ما أعرفش الجذور فين، فببدأ أعوض من أول الصفر والواحد الاثنين ثلاثة الأربعة وأمشي في السالب بنفس القصة. الحقيقة الآلة الحاسبة بتساعدني في الموضوع ده كتير، فيها مود اسمه مود تيبل. مود تيبل مش عارف بقى، ممكن يكون خمسة، ممكن يكون حاجة حسب الآلة الحاسبة اللي معاك. مود تيبل، مود تيبل ده لو انت عملته بيظهر لك كده اهو على الشاشة، اف اوف اكس بتساوي، بتقوم انت كاتب المعادلة بتاعتك. خلينا نكتب المعادلة البسيطة ده مثلا، اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 4. اول ما تضغط يساوي هيقول لك الستارت بكام، يعني ابدا تعويض من اول كام. قول له مثلا صفر وليكن، تضغط يساوي يقول لك الاند بكام، اوقف تعويض لغايه كام. قول له مثلا 10، خليه يعوض من صفر لكام، ل 10. تضغط يساوي يقول لك الستيب بكام، الخطوه. قول له مثلا 1. اول ما تضغط يساوي الاله الحاسبه هتعمل لك جدول على الشاشه فيه الارقام من صفر لعشرة والستيب واحد، يعني صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الجدول هيظهر لك عامل كده اكس واف اوف اكس، صفر واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية عشرة، وقصاد كل قيمة ده ايه خمسة، ده ايه ستة ونص، ده ايه سبعة. انت عشان تطلع فترة يقع فيها الجذر عينك على الاف اوف اكس، تشوف واحدة منهم طلعت موجب والتانية طلعت سالب، بس الجذر واقع هنا. يبقى أنا هاجي على قيمة الدالة اللي هي الواي، لقيت واحدة عاتية موجب واحدة عاتية سالب، الإشارة قلبت، روح بص الإكس بكام، يبقى في جذر واقع ما بين مين؟ ما بين دي وما بين دي. ماشي كده؟ يبقى أول جزئية عندي اللي هي اللوكيشن فايندر، اللوكيشن بتاعت الجذر. عايز أشوف لكم يعني
مثال يكون جايب الحكاية ديت، بس واضح ان ايه مفيش مثال يعني. مفيش مشكلة يعني. المسألة اللي هي اكس تكعيب ناقص 8 اكس زائد 5 اكس تكعيب ناقص 8 اكس زائد 5 لو احنا عوضنا هنلاقي الجذر بتاعنا واقع ما بين الصفر والواحد. لو جيت عملتها مود تيبل وكتبت الدالة بتاعتي اللي هي دي، والستارت قلت له زيرو، والاند قلت له 5، والستيب قلت له 1، هيقوم عامل لي جدول كبير فيه الارقام من 0 ل 5، 0 1 2 3 4 5، وقصادها الاف اوف اكس بتاعتي. هتلاقي الزيرو والواحد ما بينهم الاشاره اتعكست موجب وسالب، يعني عند الزيرو هتلاقي الناتج ب5، عند الواحد بسالب 2. تيجي تعملها كده بالتيبل، ادي الاكس وادي اف اوف اكس 0 1 2 3 لغايه 5، عند الزيرو القيمه بتساوي 5 وعند الواحد بتساوي سالب 2. افهم من كده على طول ان في جذر واقع ما بين الزيرو والكام؟ والواحد. يبقى اذا الروت ينتمي للفتره من 0 ل 1. طب ده روت واحد بس، مع ان المعادله دي المفروض لها كام؟ 3. معاك ربنا بقى، هات ثلاث فترات، كمل تعويض. والله جيت تعوض من 0 ل 10 لقيت كل القيم موجبه او كلها سالب، اقلب الناحيه الثانيه، خد من سالب 10 لكام؟ ل0. يعني ممكن الروت واقع في الناحيه السالبه، الاكس السالبه. لو انا جبت ده ولقيت الروت في الفتره دي خلاص هشتغل عليه واجيبه. طب عايز اجيب روت تاني وتالت، لازم اوسع الموضوع شويه، بدل من 0 ل 5 خليها من 0 ل 10، ممكن الروت التاني واقع من 6 ل 7 مثلا. طب لقيت كل القيم موجبه من 0 ل 5، ممكن اجرب الفتره التانيه. وانا بقول لو فشلت الحكايه ديت، اصل انا كله تراي اند ايرور، انا بفرض ارقام واشوف الجذر واقع في المنطقه دي ولا مش واقع، ما لقيتهاش اقلب الناحيه التانيه من سالب 10 ل 0، ممكن يبقى واقع في الجزء السالب، صح كده؟ الموضوع تراي اند ايرور طبعا. بس احنا برضه بنتكلم ان الروتس بتاعتنا معظمها من سالب 10 ل 10، مش هجيب لك روت مثلا ب 150. يعني معظم الروتس بتاعتنا واقعه من سالب ايه؟ سالب 10 ل 10. فموضوع تراي اند ايرور ده مش هياخد منك مثلا 5 ثواني، ما الاله اللي بتحسب انت خسران ايه؟ بس برضه الاله الحاسبه لها ليميت يا شباب. يعني مثلا في ناس ايه؟ يقول لك انا ادي لها من 0 ل 100 والستيب بواحد من 10. مش هتعمل لك جدول فيه 1000 قيمه. من 0 ل 100 ستيب 1 من 10 هيحسب لك 1000 قيمه. الاله الحاسبه اخرها اعتقد 40 قيمه في الجدول او 50، ما اعرفش الممر بتاعت الاله كام، بس عشان ما حدش يحاول يقسى على الاله قوي تقوم. لو انا عايز امشيكم في اتجاه معين بحط لكم الليمت، ما كانش بسيبها لكم مفتوحه عادي، ممكن كده وممكن كده. بالظبط بالظبط. نشوف بقى ازاي السؤال بيوجهني امشي في ناحيه محدده دلوقتي. مش هعرفه، وانا مش هعرفه، لان الطريقه بتاعتنا في النهايه بتطلع جذر واحد بس، سواء بقى مقرر مش مقرر ما اعرفش. انا بطلع جذر يقع في هذه الفتره يمشي حالي، لان انا في النهايه انا بعمل تصميم، بعمل حاجه طلع لي في التطبيق عندي معادله مش عارف احلها اكزاكت، فبدخلها للكمبيوتر يحلها لي، فالكمبيوتر بيحلها بايه؟ بالطرق اللي احنا هندرسها ان شاء الله النهارده. عندنا اربع طرق يا شباب في هذا الشابتر. الطريقه الاولى اسمها باي سيكشن ميثود. الطريقه الثانيه اسمها سيمبل ايتريشن ميثود. الطريقه الثالثه اسمها نيوتن صديقنا العزيز رافسون ميثود. الطريقة الرابعة اسمها فولس بوزيشن ميثود. الطرق دي كلها يا شباب قائمة على مبدأ واحد، تراي اند ايرور، التجربة والخطأ. اقعد اعمل اتريشنز، محاولات 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 لغاية ما الاقي الجذر قدامي بقول لك الجذر.
تعال نمسك اول طريقه فيهم، طريقه الباي سيكشن ميثود. باي سيكشن ايه؟ ميثود. طريقه لذيذه جدا وسهله جدا. بص كده، اللي فكر فيها فكر بتفكير منطقي متسلسل بسيط خالص. قال بايسكشن ميثود قال انا عندي معادله اسمها اف اوف اكس بتساوي زيرو. دي المعادله اللي انا عاوز احل الجذر بتاعها، وعرفت لما عوضت ان الاكس الروت، خليه نسميه الفا مثلا، بينتمي للفتره من اي الى بي. عرفت ازاي انه بينتمي للفتره من اي الى بي؟ عوضت بالاي جوه الاف اوف اكس لقيتها موجب 5، عوضت بالبي لقيتها سالب 3. اذا الجذر وقع ما بين الاي وما بين مين؟ البي. تعال نكتب الحكايه ديت. الاي لما عوضت بيها لقيتها موجب 5، والبي لما عوضت بيها لقيتها سالب 3. قام جه عمل ايه؟ قال ادي الاي عاتيه موجب، وادي البي عاتيه سالب. الطريقه اسمها باي سيكشن، تنصيف. قام رايح جايب نقطه المنتصف ما بين الاي والبي اللي هي اي زائد بي على 2، وقام عوض بها جوه الاف، لقى الناتج بيساوي سالب 3. فقال ايه؟ هل الجذر ممكن يقع ما بين السالب والسالب ولا ما بين الموجب والسالب؟ يبقى النص ده كان زياده ملوش لازمه. تاني، انا عندي المعادله اللي انا عايز احلها اف اوف اكس بتساوي زيرو. لما جيت عوضت بقيم مكان الاكس، عوضت بقيمه اسمها ايه ادت لي موجب، وقيمه اسمها بي ادت لي سالب. قلت خلاص الجذر بيقع ما بين الاي وما بين البي، صح؟ طب انا عاوز اجيب الجذر بالظبط فين مكانه ما بين الاي والبي. قال لي تعالى نعمل ايه؟ نجيب نقطه المنتصف ما بين الاي والبي. طلعت اف اوف طلعت اي زائد بي على 2، عوض بها جوه الداله لقاها مطلعه سالب 3. قال طب هو الجذر ممكن يقع ما بين السالب 3 دي والسالب دي ولا ما بين الموجب وما بين السالب 3؟ يبقى نص الفتره الزياده ده هو اللي ما بين السالب والسالب، نص الفتره الثاني كان حشو معايا ملوش لازم، الجذر ما هوش واقع فيه. وقام عايد الحكايه تاني، قام رايح جايب نصف الفتره ده، جمع النقطه دي زائد النقطه دي على 2، وخدها وعوض بها فين؟ في الاف. قامت مطلعه له موجب. قال هو الجذر هيقع ما بين موجب وموجب ولا ما بين موجب وسالب؟ يبقى النص الاولاني ده هو حشو زياده مش محتاجه، صح ولا لا؟ قام رايح جايب نقطه المنتصف تاني، النقطه ده عوض بيها ادت له موجب. قال الجذر ما بين موجب وموجب ولا موجب وسالب؟ اكيد موجب وسالب. يبقى النص الشمال ده ملوش ايه لازم. قعد يعمل منتصف 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 لغايه ما تقف على الجذر نفسه. قول ايه؟ الكلام ده لو انا موسع الفتره قوي، انا هحاول اضيق الفتره برضه بحيث ما تبقاش يعني. مثلا انت لو جيت عملت الجدول بتاعك هنا واديت لك موجب وسالب، انت قصدك ان هي ما بين الزيرو والواحد ادت مره سالب ومره موجب ومره سالب، ضيق فترتك على قد ما تقدر بحيث تاخد قيمتين انت ضامن ان الجذر بينهم. فاهمني؟ انا هنا بفرض رموز A و B بفرض ان في جذر بس واقع ما بين الاثنين، واحده عاتيه موجب واحده سالب، يعني ما قلبتش قلبتين جوه الفتره دي يعني. فاهمني؟ يبقى الطريقة مبنية على تكرار تنصيف فترة الجذر حتى يقع خط المنتصف فوق الجذر. هقعد اضيق الفترة ضيق الفترة ضيق الفترة ضيق الفترة لغاية ما اوصل اقول النقطة ده اهي الجذر اهو. تاخد بقى مني 10 محاولات، 5 محاولات، 20 محاولة، حسب الفترة كانت كبيرة ولا صغيرة. كل ما تبقى الفترة صغيرة أكيد كل ما محاولاتها هتقل، صح ولا لأ؟ عشان نحل الكلام ده بشكل يعني سيستماتيك بنعمل جدول ظريف
اللي هو جدول بتاع طريقة حل البايسكشن ميثود. باجي اعمل الجدول ده يا شباب، ادي الداله بتاعتي اف اوف اكس بتساوي زيرو، نمبر اوف اتريشنز، الاي اللي كانت عاتيه موجب او سالب ما يفرقش معايا، المهم احتفظ باشارتها، البي اللي عاتيه سالب، اي بلس بي على 2 اللي هو الجذر، نقطه المنتصف، وقيمة الدالة عند الجذر ده A بلس B على 2. فباجي اخد الـ A والـ B اللي عندي، بجيب نقطة المنتصف بتاعتهم A بلس B على 2 وعوض بيها. أنا ما يهمنيش قيمتها كام، أنا يهمني إشارتها إيه، موجبة ولا سالبة. إدت موجب تقوم جاي مستبدلها مكان الموجب، A بلس B على 2 والـ B زي ما هي معايا، يبقى انا نقصت الفتره للنص، غيرت حدود الفتره بحيث ان هي اصغرها ويبقى الجذر جواها. نفس القصه، هتجيب ده زائد ده على 2 وتجيب الاشاره بتاعته سالبه، اروح استبدلها مكان السالب ودي تنزل زي ما هي، واقعد اجيب نقطه المنتصف واعوض بيها نقطه المنتصف. عشان كده الطريقه بتاعتنا اسمها ايه؟ بايسكشن ميثود. بايسكشن ميثود حريقة؟ هقف امتى؟ سؤال منطقي. لو انا جيت طلعت هنا اهو مثلا القيمة طلعالي 1.49327 مش عارف، وجبت المنتصف وعوضت، اسف هنا الجذر هنا 1.47293، النقطة اللي بعدها 1.47256 مش عارف، بدأ الرقم بتاعي يثبت. لو انا عاوز دقة الحل 10^3، يعني محتاج اثبت 3 ارقام بعد العلامة العشرية، 10^4 يبقى محتاج اثبت 4 ارقام بعد العلامة العشرية، يبقى فرق الاتريشن عن الاتريشن اللي بعدها في عدد الارقام اللي هتثبت. هقول لك لو انا عايزه 2-3 ديسمال بليسز، يبقى انا محتاج الجذر يكون دقيق بنسبة 3 ارقام بعد العلامة، يبقى لازم توصل لرقمين يثبتوا 3 ارقام بعد العلامة. قال لك 5 ارقام، يبقى انا محتاج 5 ارقام بعد الايه؟ بعد العلامة، لان انا كل ما ضيق الفترة الحد الاول والحد الثاني هيبدأوا يطبقوا على بعض، صح؟ فما يبدأوا يطبقوا على بعض هتلاقي الارقام بدأت تتشابه في رقم 10، في رقمين، في 3، في 4، حسب دقة الحل اللي انا اطلبها منك او اللي انت عاوزها في التطبيق بتاعك. هتوقف وتقول استوب، انا ايه؟ وصلت لرقمين ورا بعض، 3 ارقام، 4 ارقام، 5 ارقام. تعالوا نكتب مثال. عندنا مثال رقم 2 صفحة 66، بيقول لي فايند ذا بوينت اوف انترسكشن اوف ذا تو كيرفز، جاب لي كيرفين وعايز نقطة التقاطع بتاعتهم. يوزنج البايسكشن ميثود اللي احنا قلناها دلوقتي، كوريكت تو 3 ديسيمال بليسز، يعني الرقم اللي اتطلعه يكون صحيح لتلات أرقام بعد العلامة. يعني وأنا شغال المفروض الجذر بتاعي يثبت
لثلاث ارقام بعد الايه؟ بعد العلامه العشريه. طيب هو بيقول لي اوجد نقطه تقاطع كيرفين، يعني كاني بحل المعادلتين مع بعض، صح كده؟ نقطه تقاطع اي منحنيين النقطه اللي بتحقق المعادله دي وبتحقق المعادله دي، يعني ممكن اساوي المعادلتين ببعض، يعني احذف الواي واسيب الاكس. لو قلت له واي دي بتساوي الواي دي، يبقى انا بجيب نقطه تقاطع المنحنيين نفسهم مع بعض، يعني اكس اس 4 تساوي 12 اكس تربيع زائد 10. وانا عندي المعادله اللي انا بحلها في البايسكشن ميثود، الاكسات كلها في طرف والطرف اليمين كله صفر، فجمع كله في طرف واحد، يعني اكس اس 4 ناقص 12 اكس تربيع ناقص 10 بتساوي 0. هي دي المعادله اللي انا عاوز احلها واجيب نقطه التقاطع جوه. ولما ابقى اطلع قيمه الاكس ابقى اعوض في اي معادله منهم اطلع قيمه مين؟ الواي، عشان تبقى البوينت لها احداثين اكس وايه؟ اكس وواي. طيب اول حاجه لازم اجيب الفتره التي يقع فيها الجذر، فهاجي اعوض اعمل تيبل بالاله الحاسبه اكس واف اوف اكس، وطبعا الاف اوف اكس بتاعتي هي دلوقتي اللي اسمها اكس اس 4 ناقص 12 اكس تربيع ناقص 10، وابدا وليكن اعوض من اول الزيرو الواحد الاثنين ثلاثه الاربعه الخمسه وهكذا وانا ماشي. لو جيت عوضت عندك هتلاقي الكلام ده فعلا طالع معاك سالب 10 سالب 21 سالب 42، عند الثلاثه طالعه بسالب 37، وهنا 54 بدات تقلب من السالب للموجب اهوت ما بين الثلاثه وايه؟ والاربعه. يبقى انا عرفت ان نقطه الاكس بتاعتي واقعه ما بين الثلاثه والاربعه، يبقى الروت ينتمي للثلاثه والاربعه، خليها مفتوحه عشان الثلاثه والاربعه اصلا ما هماش ايه؟ ما هماش جذور، لان واحده عاتيه رقم موجب واحده عاتيه سالب. باجي اعمل بقى التيبل بتاعي، ادي النمبر اوف اتريشن، ادي الاي، الاي عند اللي هي بثلاثه وكانت عاتيه سالب، البي عاتيه موجب، نقطه المنتصف اي بلس بي على 2، وعند نقطه المنتصف بعوض في الداله بتاعتي عشان اشوف اشارتها بكام. اول نقط عندي اللي هي الثلاثه والاربعه، التلاتة عاتية سالب والأربعة عاتية موجب، هجيب نقطة المنتصف بتاعتهم تلاتة زائد أربعة الاتنين اللي هي تلاتة ونص، باجي أعوض جوه الآلة الحاسبة بالتلاتة ونص، هتديك القيمة بتاعتك سالب 6.93، طلعت سالبة، يبقى هاخد القيمة اللي طلعت اللي عاتية سالب استبدلها مكان السالب اللي هي 3 ونص مكان ال 3، ده الايتريشن رقم 2، والنقطه بي نازله زي ما هي، يبقى الجذر موجود ما كانش موجود ما بين ال 3 و 4 ولكن موجود ما بين ال 3 ونص والكام؟ ضيقت الفتره شويه، قللت الفتره للنص، ابدا اجيب النقطه المنتصف 3 ونص زائد 4 على 2 اللي هي 3 75 من 100، اعوض في الداله بتاعتي، فين الداله؟ اهي 3 75 من 100 اس 4 ناقص 12 في 3 75 من 100 تربيع ناقص 10، واشوف الناتج بكام؟ يطلع الناتج بتاعي 19 وشويه بالموجب. موجب يعني، يبقى اجي استبدل الموجب اللي هي 3 75 دي مكان الاربعه، استبدل الموجب بالموجب، والثلاثه ونص نازله زي ما يبقى انا قللت الفتره للنص. نص الفترة اليمين مش عاوزه، مش فيه جذر، نص الشمال بس هو اللي فيه ايه؟ وابدا اجيب نقطة المنتصف تطلع 3.65 ولا 5.625 6.25، هاجي اعوض بالقيمة تدينا 4.98 موجبة، يبقى نستبدلها مكان مين؟ الموجب، تبقى 3.625 ودي 3.5 زي ما هي. قللت الفترة للنص، أجيب نقطة المنتصف تطلع كام؟ 3.5625، أعوض تدي سالب، أستبدلها مكان السالب 3.5625 و 3.62، أجيب نقطة وهكذا إيتريشن ورا بعضه لغاية ما هوصل للمحاولة رقم 10 والمحاولة 11. المحاولة رقم 10 مطلعها لي القيمة هنا اهوت 3.575196
واللي بعدها 3.575196. في تلات ارقام مالهم؟ ثبتوا 5 7 5. يبقى الجذر بتاعي 3.575. الروت اللي هو الاكس بيساوي ثبتت لتلات ارقام زي ما قال لي كوركت تو ثري ديسمال بليسز 3.5751، لان انا متعود باخد دايما بعد العلامه العشريه مينيمم اربع ايه؟ اربع ارقام، ماشي كده؟ طلعت الاكس، عوض بقى وهات الواي، اما تعوض في هذا المنحنى او هذا المنحنى براحتك، الاثنين هيدوكوا القيمه. يبقى احداث الواي بيساوي النقطه ديت اللي هي 3.5751 كله اس 4، يبقى البوينت اوف انترسكشن هي 3.5751 والنقطة الواي 3.5751 كله اس ايه؟ اس 4. دي الفترة بتاعتي او الزوج المرتب الاحداث يعني اكس واي. ماشي يا شباب؟ الحقيقة عندي علاقة العلماء اخترعوها كده بتحسب لك لو انت عايز توليرانس. توليرانس يعني دقة، عايزها بقى ثلاث ارقام اربع ارقام، ممكن تمشي كم محاولة، يعني علاقة بتتنبأ بعدد المحاولات اللي ممكن تعملها في البايسكشن ميثود لو عاوز توصل لدقة معينة. هي علاقة يعني بسيطة بدون اثبات وبدون اي حاجة.